محمد سعيد، اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن ميدو، تحياتي ليك وتحياتي لضيوفك وكل جمهور النادي الاهلي في هذا اليوم الهام جدا بالنسبه لفريق الكره، ومباراه هامه جدا مع تاون شيب في هذا اليوم الهام جدا بالنسبه لفريق الكره، ومباراه هامه جدا مع تاون شيب في الجوله الرابعه من مباريات البطوله الافريقيه. تحياتي ليك وانا في هذه اللحظات امام مدخل الجمهور في الاستاد الوطني هنا في قلب العاصمه البتسوانيه جبروني، ومدخل جمهور تاون شيب. بدايه عايز اقول لك الاجواء هنا الحمد لله حتى هذه اللحظات الاجواء في صالح فريق النادي الاهلي. الملعب خالي تماما من اي جماهير، عدد قليل جدا لا يتخطى العشرات حتى هذه اللحظات، وما زال متبقي على المباراه ساعه. الملعب فارغ، يعني عدد قليل جدا لا يتعدى العشرات يا كابتن ميدو، لكن خارج الملعب يعني البعض يتوقع ان عدد الجمهور داخل الملعب قليل جدا، فبالتالي الجمهور ما زال في الخارج كسائر المباريات الاوروبيه وفي الدوريات الاوروبيه او حتى كما حدث في كاس العالم، لكن خارج الملعب الدنيا هاديه جدا، ما فيش اي جمهور. ويمكن في بعض الملاعب المتعلقه بالعاب الكاراتيه ولعبه الرجبي والراكيت، يعني عايز اقول لك كل هذه الالعاب بجانب هذا الاستاد الوطني ممتلئ عن اخرها بجمهور كبير. اذا كره القدم هنا في بوتسوانا ليست بالشعبيه الكبيره والشعبيه الجريفه، وفريق ما دخلش هنا في بوتسوانا، لكن درجه الحراره النهارده مختلفه تماما عن الايام السابقه وعن صباح اليوم. الجو فيه نسبه حراره بسيطه، يعني درجه الحراره دلوقتي 25 درجه مئويه، مفيش هواء، مفيش بروده بسيطه. يمكن مع بدايه المباراه قد يتغير الطقس وقد يتغير الوضع. وانا بكلمك عن تشكيل الاهلي، وكما ذكرت تشكيل الاهلي: محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني كظهير ايمن، علي معلول كظهير ايسر، اثنين مساكين سعد سمير وسليف كوليبالي، امامهم حسام عاشور وعمرو السوليه، في الامام وليد سليمان، مؤمن زكريا، جونيور اجايي، ووليد ازارو. على دكه البدلاء: شريف اكرامي، ايمن اشرف، صبري رحيل، هشام محمد، اسلام محارب، صلاح محسن، ومروان محسن. وخرج من قائمه المباراه علي لطفي وكريم ريدفيد وصبري رحيل واحمد حمدي. ده الشكل المتعلق بتشكيله فريق النادي الاهلي. اما بالنسبه لتشكيله فريق تاون شيب، ممكن انا كنت معاك كابتن مودو سامعك بتتكلم طبعا مع ضيوفنا عن تغيير كبير في تشكيل فريق تاون شيب. سعيد لو تقول لنا بدلاء النادي الاهلي مره ثانيه يا ريت. بالنسبه لفريق تاون شيب البتسواني، كينج سولا ليس الحارس الاساسي. الو كابتن ميدو سامعني؟ لو تقول لنا بدلاء النادي الاهلي مره ثانيه يا ريت. طيب، بدلاء النادي الاهلي: شريف اكرامي حارس مرمى احتياطي، ايمن اشرف، صبري رحيل، هشام محمد، اسلام محارب، وصلاح محسن، ومروان محسن. وبالتالي خرج من قائمه المباراه علي لطفي حارس المرمى، وكريم ندفيد، وصبري رحيل، واحمد حمدي. طب صبري رحيل في البدلاء ولا بره البدلاء؟ الاربعه اللاعبين اللي خرجوا من القائمه في ظل ان القائمه حاليا داخل هنا في معسكر. انا بعرف انت مركز يا محمد، ما تقلقناش. صبري رحيل خارج قائمه المباراه يا كابتن ميدو. طب انت قلت علي لطفي وكريم ندفيد. تاني احنا قلناه في البدلاء وقلناه في بره علي لطفي وكريم ندفيد. كابتن ميدو للمرة الثالثة، حاضر. يلا. دكة البدلاء: شريف إكرامي، أيمن أشرف. ايوه يبقى انا هرجع للكابتن ماهر تاني، لان انا واخد منه الورقه فيها هذا الشكل في تشكيله المباراه. يعني هو متبقي لاعب فقط، انا هرجع اتاكد منه تاني، لان هو مديني القايمه في هذا العدد سواء في دكه البدلاء او خارج قائمه المباراه. لكن عموما طيب انا هكلمك على التشكيله الخاصه بفريق تاون شيب. يعني مركز حراسه المرمى يا كابتن ميديو كونجسولا ده حارس مرمى بيلعب هذه المباراه، وما كانش متواجد كتشكيل اساسي ولا احتياطي في المباراه الماضيه. ست لاعبين فقط اساسيين في هذه المباراه كانوا متواجدين في المباراه السابقه، بالتالي خمسه لاعبين، تشكيله جديده، شكل جديد. المدير الفني السربي نيكولا كافوزوفيتش بيحاول يؤدي هذا المباراه بمجموعه لاعبين جدد في هذه المباراه. اخطر هؤلاء اللاعبين رقم اثنين هو ليبونيا. ليبونيا ما كانش متواجد في المباراه السابقه لا على الدكه ولا كان اساسي، لكن في هذه المباراه بيبدا هذه المباراه من البدايه، وبالتالي هناك تعديلات في التشكيل. اساسي
او الاحتياطي فيها عدد كبير جدا من اللاعبين سواء الاساسيين او الاحتياطيين، يبدو ان هو بيفلتر او بيجهز للاهلي في هذه المباراه بشكل مختلف تماما. دي الاجواء ودي الصوره هنا يا كابتن ميدو، وبعد لحظات هكون معاك اقول لك بالظبط القائمه النهائيه في التشكيله الاحتياطي او حتى من خرج لقائمه خرج من قائمه المباراه قبل انطلاق المباراه باذن الله باقل من ساعه. سعيد، هل اللعيبه الجديده دي لعيبه ناشئين، لعيبه مثلا كان عندها يعني اصل 9 لعيبه، انت بتتكلم في 9 لعيبه في مباراه امام النادي الاهلي، مباراه كبيره جدا، مباراه حاسمه ومصيريه للفريقين سواء الاهلي او تاون شيب، 9 لعيبه كتير جدا، فيعني ايه قصتهم؟ هل هم لعيبه شباب جابهم من تحت؟ يعني حاول تعرف ايه الموضوع، لو عندك معلومات يا ريت تقول لنا. عندي المعلومة اولا، يمكن فريق تاون شيب معدل الاعمار السنية عنده مش صغير، بالعكس يمكن في القائمة بالكامل في ما يقرب من حوالي من 9 لاعبين في اوائل الثمانينات، مواليد اوائل الثمانينات، لكن فكرة استحاب عدد كبير من اللاعبين في هذه المباراة لم يكن متواجدون في المباراة السابقة، كانت امور ادارية تتعلق بفريق تاون شيب، اجراءات وتأشيرات وامور ادارية خاصة ببعثة فريق تاون شيب لم يلحق ولم يتواجدوا في المباراة الاولى في برج العرب، وبالتالي هي اجراءات ادارية. وحتى السربي نيكولا كافوزيفيتش المدير الفني الصربي لفريق تاون شيب كان اكد على هذه المعلومه ان عنده مشكله في التشكيله وفي الاحتياطي وفي القائمه، بسبب ان في ستاف متعاون معاه عنده مشاكل اداريه وعنده مشاكل في السكاوتنج والتحليل الفني، فبالتالي هي مشكله اداريه ما كانوش موجودين معاهم في برج العرب في الاسكندريه، لكن بالتالي متواجدين معاه هنا طبعا في بتسوانا، وبالتالي يبدو ان هي العناصر الاساسيه والقوه الضربه، عشان كده موجودين معاه في هذه المباراه سواء في التشكيله الاساسيه او التشكيله الاحتياطيه يا كابتن ميدو. تمام، يعني انا برده 9 لعيبه دي كابتن شريف، كابتن ربيع، عايزين تشاركونا الحديث مع محمد سعيد. 9 لعيبه كتير جدا، انا قلت مثلا لعيبه مقايضه افريقيه، لكن مثلا كان مستبعدهم المدرب السربي، لكن محمد سعيد اكد لنا لعيبه كان في مشاكل اداريه ان هم يجوا القاهره، لكن برضه اعتقد ان حتى الفريق وهو مكتمل الترجي كسبه ب4 اهداف. لو حضرتك تسال محمد سعيد، عايزين الجو العام يا محمد، الجو درجه الحراره كام؟ هل هو مناسب لعيب النادي الاهلي؟ طمنا على كل الاجواء عندك. درجة الحرارة في هذه اللحظات بتقترب من حوالي 24 درجة مئوية، لكن بعد ساعة من الآن وبداية المباراة وحلول الظلام قد تتغير الأجواء تماما، يعني درجة الحرارة ممكن تنخفض حوالي 10 درجات، يكون درجة الحرارة 16-15 مع برودة في الطقس مع هواء شديد، لكن حتى هذه اللحظات إذا بدأت المباراة بهذه الأجواء ستكون عوامل مناسبة، الجو يعتبر جو دافي في هذه اللحظات، لكن مع اقتراب الظلام يوميا بنلاحظ أن درجة الحرارة بتنخفض ويكون الجو بارد. الجماهير كما ذكرت لك كابتن ميدو، أنا معاك أمام مدخل الجمهور، يعني الجمهور في هذه اللحظات بيدخل امامي حاليا الى داخل الاستاد الوطني، الجمهور عدد قليل جدا 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 داخل ملعب المباراه، ملعب بيسع 22,000 متفرج، لما بيكون قبل المباراه بساعه ما فيش غير حوالي 1000 او 900 مشجع داخل الملعب، فبالتالي عدد ده لا يذكر ولا يتناسب مع المباراه، لكن هنا